متابعي الكرام، متابعي قناة شوف سي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سازا. وهذه الجولة 34 حالة إصابة مؤكدة بمدينة سازا وحالة وفاة مؤكدة هذا اليوم. متابعي قناة شوف سي في، نتمنوا اللطف من عند الله، نتمنوا السلامة للجميع. السلام يا أخي حميد، فمرحبا بكم بهذه الجولة، ونفتحوا نقاش بسيط قبل الخطاب الملكي، ونشوفوا كيرها الاجواء في المدن ديالكم من حيث ارتفاع نسبه الاصابات. متابعي قناه شوف تي في، وسمعنا عبر اخبار موثوقه ان مجموعه من المدن غادي تطبق تعليمات صارمه، وغتطبق قوانين صارمه على مجموعه من القطاعات الحيويه. متابعي قناه شوف تي في، الاصابات بزاف والناس كثرة يا اخي محمد، كاين حتى مسافه الامان غير موجوده. متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. الله يحفظ تازا. تازا يا اخي يوسف راولا يوميا تسجيل عدد الاصابات، متابعي قناه شوف تي في. 34 حاله اصابه وحالة وفاة مؤكدة. متابع القناة، حالة وفاة مؤكدة، الله يحفظ نتمنى الخير عند الله. بالنسبة للحالات بمدينة تازا راه 34 حالة هذا اليوم، وبالنسبة للحصيلة اليومية كنا قريناها، ولا بأس أننا نعود نذكركم بها متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة للحصيلة، تسجيل 1325 حالة إصابة مؤكدة، والعدد دابا حالات الإصابة المؤكدة راه 47638 حالة. متابعي قناة شوف تي في، أما حالة الوفيات راه 32 حالة وفاة، ومجموعها الوفيات 775 حالة وفاة. متابعي القناة شوف تي في. أما بالنسبة لحالة التعافي، 1230 حالة تعافي، ومجموع الحالة التعافي 32806 ديال الحالات ديال التعافي. متابعي قناة شوف تي في، فالمزيد من الحيطة والحذر، مزيد من التدابير الاحترازية ومسافة الأمان، كمامات، ما نبغيش نخليو الحياة ديالنا تكون رخيصة. عمر الحياة المغربي ما كانت رخيصة، وما نخليوش وباء كورونا يغلبنا. متابعي قناة شوف تي في، نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع. متابعي القناة شوف تي في، فمرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. 1325 حالة إصابة مؤكدة بالمملكة المغربية هذا النهار، بما أننا في مدينة تازا فرا 34 حالة إصابة بمدينة تازا. متابعي قناة شوف تي في، فمرحبا بكم بهذا البث المباشر وهذا الجولة المباشرة على قناة شوف تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي القناة، نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع. متابعي القناة، ارتفاع نسبة الإصابات، عنده مجموعة من الأمور اللي كتخلي ارتفاع نسبة الإصابات. متابعي القناة، من بينها مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي ما كاينش، ولا استهتار ولا مسؤولية ولا مبالاة. متابعي قناة شوف تي في، فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع، فمزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التعقيم، التباعد الاجتماعي. متابعي قناة شوف تي في، ولينا كنسجلوا عدد حالات اوروبا، والله الا ولينا كنسجلوا عدد الحالات بحال دولة اوروبا. متابعي قناة شوف تي في، فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامة للجميع. متابعي القناة، الله يحفظ
احترام مسافة الأمن. أجل يا سي عبد النبي محمد جينات، نتمنى الخير يا رب يرفعنا هذا الوباء. فؤاد اليوبي شكرا لك يا أخي. فمزيد من الحيطة والحذر متابعي القناة، الحيطة والحذر، مزيد من الحيطة والحذر متابعي القناة. جولة بمدينة تازة. 400 ريكلام، 400 صوت جادي صوت. نتمنى الخير والعافية للجميع متابعي قناة شوف تي في. فيوميا كنسجلوا ارتفاع عدد الإصابات، هذا النهار 1325 حالة إصابة جديدة بالمملكة المغربية. اللي خصكم تعرفوا راه مجموع حالات الإصابات بالمملكة 47000 حالة و638 حالة إصابة مؤكدة بالمملكة المغربية متابعي قناة شوف شوف تي في. نتمنى الخير عند الله، ونتمنى السلامة للجميع، ونتمنى انخفاض نسبة الإصابات متابعي قناة شوف تي في. نتمنى الخير عند الله، نتمنى السلامة للجميع. الله يحفظنا من هذا البلاء وهذا الوباء متابع القناة قناة شوف تي في. الله يحفظنا من هذا البلاء وهذا الوباء متابع قناة شوف تي في. السلام عليكم مي فخير مي سوغ، سلامة الله. شحال من حالة بالنسبة لمدينة تازة هذا النهار؟ راه 34 حالة مؤكدة، 34 حالة مؤكدة. تازة الغالية وتازة الجميلة وبيروت الصغيرة متابع قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا متابعي قناة وأصدقاء القناة. أنتم الآن بجولة بمدينة تازة متابعي القناة. تمنوا لا بالنسبة 34 حالة غير هذا النهار. الحصيلة ديال مدينة تازة مازال ما توصلت بها، إن شاء الله توصل بها. دابا نعلمكم متابعي قناة شوف تي في، غير هذا النهار 34 حالة. راه يوميا تسجيل مجموع من الحالات بمدينة تازة، يوميا تسجيل مجموع من الحالات بمدينة تازة. نتمناو الخير، نتمناو الخير من عند الله، الله يحفظ. ثلاثين حالة إصابة يا تيتو يا أخي يا بلانش، 34 حالة إصابة مؤكد. صحيتي لك الرجل الغزال من فاس، مرحبا سي بوشتا العروسي، شكرا لك يا أخي، كلمات جميلة. تيتو هذا مكان يا أخي. ارتفاع عدد الإصابات ناتج عن تهور المواطنين، سبب من الأسباب يا أخي حميد، سبب من الأسباب التهور، وما كاينش واحد التباعد الاجتماعي. فنتمنوا الخير من عند الله متابعي قناة شوف تي في، ونتمنوا السلامة للجميع متابعي القناة، نتمنوا السلامة للجميع، والله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء متابعي القناة. فالمزيد من التدابير الاحترازية متابعي القناة قناة شوف تي في. يا اخي العروسي نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنى السلامه واللطف، وما يكون غير خير ان شاء الله يا اخي، ما يكون غير خير ان شاء الله يا اخي. متابعي القناه قناه شوف تي في، نشكركم على هذه الجوله ديالكم معنا، ونبغيو ان شاء الله الخير والسلامه للجميع متابعي القناه. نتمنى ربي يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء. نمشي متابعي قناه شوف تي في، بعد قليل نمشي نستعدوا للخطاب الملكي، وبعد ما قليل غتكون مباشره من مدينه عماله اقليم تازة لحضور الخطاب الملكي متابعي قناه شوف تي في.
فتحية للجميع متابعي القناة. نلتقي بعد قليل مع الخطاب الملكي وتحية للجميع.